بسم الله الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وقال تعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم وقال تعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام إخواني يلك كان أنا تحرعي دكتور علي بارك الله فيه وحفظه الله هذا الكي صوته بي إيو فيديوغي وحان أباقي ولا لهي في مشارق الأرض ومغاربها خاصة ذاتك ولا لهن الصوماليات إن مسجد كاس فرع أوه مسجد التوفيق أو أسلوفيال مسجد كمنطقة ديشو أي تهي أما لغم العابي رومن مسجد إن مسجد كاس إن شاء الله تعالى لقوضة قيب قلو لشديسة أما يوسى شديسة سيدة أو دكتوركو إنو شيغينا الحمد لله معاك تنسكيد أي مساجدكو بحيي سيد في هوري وبحيي انت كلنا ان شاء الله تعالى ولا له الوحان وقوه تحريضنا وكبرنا وعمل ونكسن وعمل ان شاء الله باقي نكون دونا ومدوا كفايدي شن دونا مرك ان شاء الله تعالى هلا قود قيب قالوا هنا لو بشاره استو ان شاء الله تعالى من خير بدن لقيه لي دونا محيا لي أصل كيسي وانو أرقني خير كفر بضن يدعوذي وخير كسعودي إن شاء الله تعالى إلهي وحان كبري إنا إنو ذاتك ولا لهين ووافجيه إنا يكوض قيب قلان كنا وذا انتفاعا مذن مئي ولا لمن إلهي سبحانه وتعالى ووذا سيه وأي ما ركتي رسالة إلهي سبحانه وتعالى دينت إلهي ذاتك إن لقارسي يوم في مشارق الأرض ومغاربها خاصة ذاتك أتكون حلوشين إن إلهي ذي موافجيه سيدائي إن شاء الله تعالى خير بأن نسكوكنا هاي أخوكم بالله عبد الرشيد من الشيخ علي الصوفي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته خلاص.